إذا أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام متتبعي الموريتانية الرياضية، أهلا ومرحبا بكم في هذا النقل الحي والمباشر. كرة طويلة في العمق، هنا التوغل من عناصر الجمارك، سليمة الكرة حتى اللحظة وعالية لكن كرة بعيدة كل البعد، تخرج وتتحول إلى ضربة مرمى لصالح تقي الله. الحكم يأمر بمواصلة اللعب، عكسية سريعة لدرك، انطلاقة من عناصر الدرك، هنا الكرة الطويلة، التوغل داخل منطقة العمليات، التسديد والهدف الأول. نعم الهدف الأول للدرك الوطني. وصلت اللعب، انطلاقة سريعة والتوغل، ثقة كبيرة من لاعب الدرك الوطني الذي لم يستسلم، حافظ على كرته حتى وضعها بطريقة متقنة بحثا عن فك شفرة الدرك المستعصية حتى اللحظة على الجمارك. التوغل، التسديدة تضيع، تسديدة اللاعب عبد الله رشيد. عبد الله يتوغل داخل منطقة العمليات، يحافظ على كرته، يعيد إلى علي بوبا. علي بوبا عالية الكرة الرأسية والمتابعة، هنا هدف التعادل يضيع. هدف اخر يضيع الوطني، واخيرا صافره نهايه الشوط الاول بتقدم الدرك بهدف دون مقابل. عاليه الكره الراسيه المتابعه، وهدف التعادل اخيرا، التعادل من لاعب المنتخب الوطني للشباب سابقا. هنا الارتقاء والرأسية التي غلطت من دفاعات الدرك التي حالت دون الأمر. هنا التسديدة إلى محمد سالم مبارك مرة أخرى، مبارك والكرة تعود ماجاسا، الكرة العالية، كرة ماجاسا التي ذهبت أدراج الرياض. هدفا ثانيا لكن إبراهيم ينقذ، والدرك يضغط والمحاولات متكررة، والتسديد من بعيد، هنا المحاولة واللحاك هدف انطلاقة، هنا الكرة والتسديد والهدف الثاني. خطأ، بطاقة صفراء، بطاقة حمراء بعد بطاقتين صفراوين. هنا التوغل من عناصر الدرك، تسديد عالية والتصدي من محمد صلاح. صافرة الجو موسى معلنا نهاية اللقاء ومعلنا التعادل ما بين الطرفين بهدف لمثله.